محمد هاني، كيف بدأ محمد هاني يلعب كرة قدم وكيف دخل النادي الأهلي؟ كيف دخل دي قصة، يعني قصة قصة كبيرة، احكي لنا، كبيرة. احنا قاعدين النهارده عشان تحكي لنا. أنا أحمد حسن كوكا صاحبي جدا يعني، وكنا مع بعض في المدرسة يعني، فكنت بلعب معاهم في المدرسة وبتاع. كنت صغير جدا، كان عندي 9 سنين تقريبا، أو 9 سنين. فهو شافني في المدرسة، هو أكبر مني ب3 سنين، وهو كان في الأهلي يعني، هو كان في الأهلي ساعتها، فهو أكبر مني ب3 سنين وكده. فقال لي كوكا أكبر منك بثلاث كوكا سنين أكبر مني بثلاث سنين فقال لي اللي هو شافني في المدرسة وكده وعجبته يعني، كنت بلعب كويس وبتاع غير اللي معانا لا في يا راجل المدرسة. وزمان حضرتك عارف يعني 9 سنين وهو أكبر مني ب3 سنين، فبيبقى في فرق جسمانيا طبعا، وإحنا لا صغيرين هو كمان بالذات. لغاية دلوقتي. لا هو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يعني. فالمهم قابلته، لقيته سألني انت اسمك ايه وبتاع، انت بتلعب في نادي؟ قلت له لا ما بلعبش. قال لي طب انا هقول للكابتن عندي في النادي، ولو كده تعالى اختبر وبتاع. قلت له في النادي ماشي الاهلي تمام. ولا مالكش في نادي ايه؟ لا لا في الاهلي، انا النادي عارف اللي الاهلي. هو بيلعب، بس انا ما كانش في دماغي قوي، كنت لسه صغير مش مستوعب بقى النادي الاهلي، ومش مستوعب ان انا اروح العب كوره بقى اللي هو لعيب بروفيشنال بقى، يعني كان الموضوع بالنسبه لي عادي يعني. فقلت تمام ماشي. فقال لي انا هقابلك الساعة مثلا، كانت مش فاكر، كانت الساعة 4 مثلا هقابلك ونخش مع بعض. قلت له تمام ماشي. هنا في الجزيرة ولا كان لا كان في مدينة في نصر. مدينة نصر؟ فروحت فقلت لابويا، قلت له ده في واحد معايا في المدرسة كذا كذا، ومعايش موبايل بقى ولا معايا تليفون مفيش ولا حاجة بقى لسه. التليفون القديم اللي هو الأسود ده. فقلت له يا بابا كذا كذا كذا، لا وفي أنت ما حضرتش التليفونات دي. اللي هو ايه؟ اللي هي التليفونات السوداء لا اللي كانت عند بالقرص دي. جدتي. ايوه انت ما لحقتش صحيح. فقلت له ده واحد صاحبي كذا كذا كذا، وعايزني ان انا اروح اختبر في الاهلي. فابويا كان لسه جاي من الشغل، وقال لي يا عم كبر دماغك وبتاع. احنا قلت له تعبانين لا انا عايز اروح، بس عشان انا كل ده خايف عشان صاحبي ما يزعلش يعني، بس. مش في دماغي كل ده فاهم. فوالدتي هي اللي اصرت بقى يعني. والله لوالدي قالت له طب ما نوديه وبتاع، كأنه حتى بيلعب كوره شويه. انا دايما كنت بلعب كوره يعني، والدتي مدرسه، مديره مدرسه دلوقتي، فدايما كنت وانا بروح معاها المدرسه مثلا اقعد العب كوره طول اليوم، تسيبها اي وتلعب في حته الحوش. اي حته بروح اروح العب كوره، نادي بقى اي حاجه، في الشارع على طول ما اطلعش. فالمهم رحنا وبتاع، واستنيته، فضلت مستني كوكا لغايه الساعه 4، كوكا ما جاش. قلب مستني كوكا، ما فيش كوكا. ف كوكا راح فين؟ مش عارف فين، وانا معيش رقم، وابويا بقى انت يعني هو ما كانش عايز يجي اصلا. فالمهم لقيت انا بنشوف من البوابه كده، هم اللي كل اللعيبه بيخشوا الملعب على طول يعني، في حد من العمال جوه بيدخلوا. الملعب كله بيخشوا. المهم ابويا بصراحه دخلني يعني، اتكلم مع الامن وكده، المهم دخلنا وتمام. فكان ساعتها الكابتن بدر رجب يعني، الشخصيات المحترمه جدا بصراحه طبعا يعني، راجل بحبه جدا بصراحه، وكابتن جمال السيد بصراحه، كانوا هما الاثنين اللي ماسكين مدرسه الكوره كلها يعني. فالمهم دخلت، فيعني الحمد لله في اللحظه اللي انا كنت بلعب فيها وماسك كوره وشكلي كويس وكده، كان الكابتن بدر واقف. كابتن بدر ودي الشخصيات يعني المحترمه جدا. يعني فعلا فعلا بيبقى فيه لعيبه كتير كويسه جدا، بس حظهم ما بيبقاش كويس. صح، ممكن الكابتن يبص عليهم مثلا وهم يعني عمل باص غلط، ما كانش موفق في كوره. فانا الحمد لله في اللحظه دي كنت كويس وجبت جون وبتاع، فالكابتن بدر كان شايفني. فراح نادالي وقال لي انت اسمك ايه وبتاع، قلت له محمد هاني. وبتلعب في نادي؟ قلت له لا ما بلعبش. قال لي طب تعال. راح واخدني وقال لي باباك فين؟ قلت له بره. رحنا على طول مضينا استماره وبتاع، على طول في ساعتها في نفس اليوم. بس ومضيت في وبدأت النادي، الرحله. وتاني يوم تالت يوم اتمرنت، بقيت معاهم بقى على طول خلاص. تتمرن بعد كده بعد الكابتن بدر مين بقى؟ لا انا يعني مدربين كتار يعني، مدربين كبيره جدا مرنوني بصراحه يعني، دي الحاجه من الحاجات ايوه اللي عملت شخصيه يعني، شخصيتي عامه. كان اللي مرني كابتن امين عرابي من واحنا صغيرين بقى، الكابتن امين عرابي، والكابتن هشام حنفي، كابتن محمد عماره، يعني من الناس اللي انا بحبها جدا جدا يعني، فعلا وقف جنبي كتير جدا وانا في الناشئين بصراحه يعني. كابتن تامر حفني، كابتن سامي قمصان كان معانا برضو، مدربين يعني، مدربين الكويسين جدا جدا، وانا شخصيا بحبه جدا كابتن سامي يعني. ايوه والكابتن عماد النحاس طبعا راجل مدرب كبير جدا يعني، انا بحبه جدا برضو.
ده مجموعه كبيره جدا. لا كتير واسامي يعني كبيره جدا. يعني الواحد فعلا اتعلم منهم حاجات كتير يعني. بس وكملت بقى. مين اول؟ طيب هاني برضو عملت ايه مع كوكا؟ نسيت اسالك الموضوع ده. عملت ايه مع كوكا بعد كده لما شفته؟ حصل ايه؟ كل ده اصلا والكابتن بدر ما يعرفش يعني. هو الكابتن بدر شافني ما يعرفش ان انا تبع كوكا. قلت للكابتن بدر بعد كده. فالمهم انا ما كنتش اعرف برضو كوكا فين وبيجي المدرسه امتى. فقابلته بقى في المدرسه مثلا بعدها بشهرين ولا حاجه. فقلت له ده انا كذا كذا ورحت واختبرته واتخذته. فقال لي مش فاكر بقى كان ايه اللي حصل بصراحه، بس فرح بقى. فرح جدا وبتاع يعني. هو كان سبب طبعا بعد ربنا ان انا ابقى موجود يعني بصراحه يعني. تمام. كملت في قطاع الناشئين وصعدت